تضامن أيضا بتندوف تعمل وسلطات المحلية بالتنسيق مع اللجان التضامنية والجمعيات الخيرية على ضبط التحضيرات الأخيرة تحسبا لإطلاق عملية أكبر عملية تضامنية ستمس كل الفئات المعوزة عبر إقليم الولاية. يحدثنا عنها عمار توقينة. هي تحضيرات متواصلة للهبة التضامنية الكبرى بتندوف والموجهة لفائدة المعوزين والمتضررين من التدابير والإجراءات المتخذة مؤخرا للحد من انتشار فيروس كوفيد-19. لا تزال عملية متواصلة لتحضير للهبة التضامنية الكبرى، وهذه العملية بالتنسيق مع مختلف فعاليات المجتمع المدني. تكافل كبير عكسه الحضور القوي لفعاليات المجتمع المدني بتندوف. اليوم رانا في القاعة متعددة الرياضات من أجل توزيع المساعدات وتفريغ الشحن واستقبالها، وهذا العمل اللي تقوم به اللجنة الولائية يدخل ضمن برنامج المسطر لعمل اللجنة. وبالتعاون مع المجتمع المدني بالتنسيق والتعطيل لهذه العملية التضامنية والإشراف. وطبعا نحن مجندون مستعدون، إن طال الوباء سيطول صبرنا إن شاء الله. بصفتنا عضو من أعضاء يعني جمعية خلية جمعية الأحياء اللي تساهم في تنظيم القوائم اللي غادي تستفاد إن شاء الله من هذه المساعدات للمتضررين من الحجر الصحي، ورانا في العملية يعني النهائية لضبط القفف من أجل تسليمها للمحتاجين لها. بتعداد أزيد من 5000 قفة رهان من شأنها أن يدخل الفرحة على المستفيدين من هذه العملية.